اروح لماتش بكره شايفه ازاي؟ وكنت بتقول لي قبل يمكن ما نعمل مداخله مع محمد طفي انه تتوقع بكره تغيير على الطريقه او التشكيل اللي هيلعب بيه النادي الاهلي، شايف ده ازاي؟ وشايف قرايه مستر كولر ازاي لماتش اسوان؟ شايف ان الراجل ممكن لازم يبقى مركز الفتره دي بالاخص على عمليه الروتيشن وعلى عمليه الاستشفاء، يعني مهم جدا خد بالك راحه برضو بعض بتتكلم اللعيبه. انه اكيد في حساباته ماتش السبت، اكيد ما يعني خلينا واقعيين ان برضو النادي الاهلي بلعبته باوضه اللبس بتاعته بجهازه الفني بيقدر يقفل صفحاته كويس، يعني قفل الملف الافريقي خلاص ومركز في بطوله الدوري، اكيد مباراه مهمه زي ما نقول مع اسوان، ولكن برضه عايزين نركز ان الراجل برضه عينه على ماتش سان داونز، دي حاجه برضه واقعيه، لكن اعتقد ان في بعض التغييرات ممكن تحصل لكن مش في طرق اللعب، اعتقد في بعض المراكز ان الراجل مش ممكن يعتمد على بعض الناس. ظهر الاجهاد على لعيبه الاهلي في ماتش، او اثر الاجهاد على، يعني كان واضح بالنسبه لك كنت متفاجئ على ماتش الهلال ان اللعيبه مجهده او مش في فورمتها كان الطبيعيه واضح مستواها بشكل الطبيعي. كبير جدا، لان اللي معودنا عليه لعيبه النادي الاهلي وده يذكر دايما في جميع المباريات او جميع البطولات، حته ان الكوره حتى لو مش ماشيه معاك المجهود البدني والروح والعزيمه والاصرار لازم تبقى متواجده، لكن المجهود البدني اللي كان عليه ضغط بشكل كبير جدا كل القوام الاساسي لفريق النادي الاهلي على مدار الشهر اللي فات بالكامل اكيد لازم كان هيأثر في مباراه، حتى مع توقيت المباراه في هناك في السودان، اعتقد ان الاجهاد كان باين على اللعيبه بشكل كبير جدا، وخصوصا دايما لما بنتكلم على فريق النادي الاهلي بنتكلم على مفاتيح لعبه الكتير، الاجهاد على علي معلول، على عبد القادر، على سواء من الناحيه الثانيه سواء حسين الشحات، كان طاهر برضو شارك من اول المباراه، لكن اعتقد ان بعد عمليه الروتيشن اللي ممكن الراجل يقوم بيها في فريق اسوان دي هتدي الافضليه للنادي الاهلي شايف شويه. مين يبدأ بكرة الماتش؟ ممكن ياخد الشناوي، الشناوي ممكن يبدأ، هيبدأ برضو راجل مشغل، هيبدأ بياسر إبراهيم ويبدأ بعبد المنعم، يبدأ ناحية اليمين خالد عبد الفتاح، وممكن يدي الراحة لهاني شوية لأن عليه ضغط كبير جدا الفترة الأخيرة، يدي لخالد عبد الفتاح، الناحية التانية يدي محمد أشرف، وخصوصا اللعيب جيد جدا، لعيب صغير شاب نزل المباراة الأخيرة أدى بشكل جيد، خصوصا كان ضغط كبير عليه جدا أكيد احتكاك كبير جدا بالنسبة له في مباراة السودان مع الهلال، رغم ان الوقت قليل بس بشوف من افضل المرات اللي ظهر فيها محمد اشرف. ظهر فيها لان هو مفتاح لعب كويس، يعني دايما بنتكلم حتى لما هيشارك الناس هتقارنه بعلي معلول، ان انت ايوه نزلت عملت ايه، علشان كده بقول دي ده مسؤوليه ضغط على اي كبيره. لاعب برضو، طبعا يعني اي لاعب قاعد على الدكه لعلي معلول هيبقى عارف انه بمجرد ما ياخد الفرصه وينزل الناس هتقارنه بعلي معلول، وده ينطبق على اي لعيب كبير بيلعب في اي مركز وجنبه لعيب لسه طالع، لعيب صغير. غصب عنه لازم هيقارن، ايوه لازم وده في هيقارن حد بأداء ذاته علي معلول يعني ممكن يبقى عبء نفسي او يعني حاجه تاثر على اكيد مستواه. اكيد هتسبب له ضغط بشكل كبير جدا، هنا برضو مهم جدا عمليه تحمل الضغوط، تحمل ايوه الضغوط لازم يبقى متعود عليها، وفعلا اشرف لا لما بينزل بيبقى كويس وبيأدي بشكل جيد مش راهب حتى الموقف.